القوات المسلحة داعم رياضات الإمارات. إذا نبدأ مع هذه الانطلاقة وأول أشواط هذا الصباح في يوم ختام هذا الأسبوع، الأسبوع الخاص بالصغار وانطلاقاته سن الإذاع وإذاع هجن أصحاب السمو والشيوخ التي تبدأ بأول أشواطها. مع البداية هنا ببداية انطلاقة هذا الشهود نرحب مشاهدينا متابعينا الكرام بحضوري ومتابعتي سمو الشيخ المر بن مكتوم المكتوم المتابع الدائم لانطلاقات رياضة الآباء والأجداد، وكذلك الترحيب بكل المتابعين وحفلنا الكريم الحاضر هنا على عاصمة ميادين السباقات ليتابع هذه الانطلاقة مع هذا الصباح المثير. نبدأ إذن على بركة الله ونبدأ بالسير في مسارنا، وعشرة مراكز أولى سوف نتجول من خلالها لمتابعة التحديات في هذا الشوط. البداية والمايدية هي اللي تحتل صدارة هذا الانطلاق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وسالم بن فاران المري ضمرها، بينما المركز الثاني هبلولة تأتي على المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد النهيان ويمع بن عتيج بن شسل الرميثي ضمرها. انتقل إلى المركز الثالث، المركز الثالث وهناك الدانه في المركز الثالث سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن سالم المسافري هو اللي يتولى تضميرها، بينما المركز الرابع هذه هي عهد على المركز الرابع لصاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد ال سعود وراشد بن طالب بن شريم المري ضمرها، بينما المركز الخامس هناك التحدي من بيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير. المركز السادس هنا الدخول من صوغه في المركز السادس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان حامد بن علي الاحمد اللي ضمرها. انتقل الى سابع المراكز ومسارنا مع السعديه لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني سالم بن فاران المري ضمرها، وفي المركز الثامن الحاكمه تاتي على المركز الثامن لهجن الرياسه ومبارك بن احمد بن مايد الخيلي في تضميرها، بينما المركز التاسع مشكوره عن انطلاقه المركز التاسع لسعاده الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفه الثاني فهد بن سيف الخيارين في التضمير. وفي المركز العاشر هناك مزون في المركز العاشر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم التضمير طارش بن مبارك بالقوبع. اذا هذه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الافاضل مراكزنا العشرة الاولى في انطلاقات هذا الشوط، الشوط الاول والذي تحدد جائزته ايضا بسيارة في اول انطلاقاته هذا اليوم، حيث لدينا في هذا الصباح هناك ست سيارات مع بداية انطلاقات أول الأشواط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى انطلاق هذا الشوط وما يحمله هذا الشوط من بداية قوية ومنافسة في هذا السن، سن الإذاع والستة كيلومترات الحاضرة في التنافس والحاضرة في انطلاقات هذا الميدان. البداية والتحديات هناك من اندفاع على مقدمة هذا الشوط، الدانه اللي بدأت الآن تنتقل للمركز الأول، الانطلاقة الأولى لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم التضمير عبد الله بن سالم المسافري هو المتابع لهذا التحدي وهذا المسار. تبقى على المركز الثاني المايدية على ثاني المراكز لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني وتضمير سالم بن فاران المري، وهنا دخول قادم من الحاكمة اللي بدأت الآن تتحكم بمسار هذا الشوط، مسار المقدمة، مسار البداية الأولى. الحاكمة هنا لهجن الرئاسة التضمير مبارك بن أحمد بن مايد
السعيد الخيل الذي انتقل بالحاكمة من المركز الثالث إلى الصدارة، العودة إلى المركز الرابع، متابعة السعدية في المركز الرابع لسعادة شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، والتضمير سالم بن فاران المري المركز الخامس، بدأ دخول سلهودة على المركز الخامس وهملولة هي التي على المركز الخامس لسمو شيخ سلطان بن حمدان بزايد النهيان يمع بن عتيج من جسلة الرميثي، تقدم في هذه اللحظات إلى انطلاقة هذه المراكز. أعود إلى المركز السادس، عهد على المركز السادس لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فادي سعود راشد بن طالب بن شريم المري، هو المتابع لهذه الانطلاقات والتحديات. هناك على المركز السادس أو المركز السادس، نعم صيحة لهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط لوهيبي، بدأ يظهر الشاطر مع مصيحة في هذا الانطلاق وفي هذا التواصل وفي هذا المسار. المركز السابع، انطلاق مباشر المركز السابع، هناك صوغة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف النهيان وحامد بن علي الأحمد في التضمير، ومياس على المركز الثامن لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وأيضا أحمد بن سلطان بن رشيد يضمرها ويتابع هذه الانطلاقة ويتابع هذا المسار. هذه المراكز الثمانية الأولى القريبة من هذه الانطلاقات، القريبة من هذه التحديات، القريبة من هذا المسار، وكيلومترين ما تبقى على خط النهاية من أول أشواط هذا الصباح. إذا ناموسنا ناموس الصباح أين يذهب وين يسير وين يتحكم أيضا ومن يتحكم بهذا المسار وهذا الشوط. المايدية على الصدارة تنشد المجد المايدية هناك لسعادة شيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني وسالم بن فاران المري، والحاكمة الحاكمة هنا أعلنت أنها هي سيدة الموقف في انطلاقات هذا الشوط. مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي حمل هذا الشعار، شعار هجن الرئاسة، وانطلق هناك بالحاكمة مع الكيلو والنص الباقي من نهاية هذه الانطلاقات. ما شاء الله المركز الثاني بدأت التحركات، بدأت المنافسة، بدأت السعدية، السعدية تريد السعد، تريد السعد في انطلاقة هذا الشوط. السعدية هناك سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، التضمير سالم بن فاران المري، والشعار الأزرق وصل، وصل الأزرق حامل بيان ومياسه على المركزين الثالث والرابع هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد. تدخل الخطير، أعلن انطلاقته الخطير، أعلن التحديات البداية. هناك مصيحة 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 على الصدارة على مقدمة هذا الشوط، البداية الأولى، خطوط النهاية هناك تقترب مع هذه اللحظات بقيادة مصيحة على المركز الأول، على الاندفاع الأول، على البداية الأولى. ما شاء الله وتبارك الله، الأداء الجميل، المسار المميز. هنا مصيحة على بداية هذه الانطلاقة، الشعار الأحمر، الشعار الخطر على مقدمة هذا الشوط. مصيحة هناك الهجن الرئاسة وسعيد بن شطيط الوهيبي، يا سلام يا شاطر شاطر من صباح هذا اليوم، قدم أيضا امتحاناته والنتائج ما شاء الله النتائج باينة واضحة. الشاطر إذن يتصدر مع هذه الانطلاقة مع هذه التحديات. هناك الحاكم على المركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي بتحديات هذا الشعاري وذاته هناك على الصدارة على الانطلاق المركز الثالث والرابع بيان ومياسه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتضمير أحمد بن سلطان بن رشيد. هذه المراكز الأربعة الأولى وخط النهاية يحمل شعارا واحدا هو الشعار الأحمر، منافسة ما بين المدارس، مدارس المضمرين المختلفة، الحاكمة ومصيحة، مصيحة والحاكمة، من يتصدر؟ مصيحة أم الحاكمة؟ مصيحة أم الحاكمة؟ في النهاية تهانينا والناموس هنا لهجن الرئاسة على هذا الأداء الجميل واستمرار مصيحة، تهانينا والناموس ومشكور يا الشاطر سعيد بن شطيط لوهيبي على هذا الأداء الجميل في أول هذا الصباح. المركز الثاني الحاكمة أيضا لهجن الرئاسة، والمركز الثالث والرابع هناك مياسة وبيان أيضا في المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس هي السعدية لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. هذه المراكز الأولى وهنا التحديات الأولى والمسار الأول فقط. نعود بالتوقيت الزمني مع هذا الصباح،
هنا التوقيت 9:12 ثمانية من الأجزاء من الثانية والتوقيت الزمني الذي صاحب هذه الانطلاقة. ينطلق شوط ثاني ومباشرة نذهب للزميل عادل بن عزيز المطيري ليتابع مع حضراتكم هذه الانطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية على بركة الله تعالى. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه الانطلاقة الثانية والشوط الثاني يتواصل معكم بهذه الانطلاقة.